فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب علم وأهلي ظروفهم المادية رديئة، فهل طلب الرزق والإنفاق عليهم ومساعدتهم أفضل من طلبي للعلم وحضوري للدروس؟ نعم، إذا كان بهذه الحالة طلبك للرزق لك ولهم أفضل من حضورك للدروس، ولكن بالإمكان أنك تجمع بينهما، تشتغل وإذا جاء وقت الدرس تروح تحضر الدرس وترجع للشغل، تجمع بينهما. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.